تقدم خيمة نخول في موسمها 11 ورشا تدريبية متنوعة تمنح الأطفال تجربة جميلة لا تنسى من خلال البرامج التعليمية المحلية والعالمية، ومن بينها فن الإبرو الذي تم استقطابه من تركيا خصيصا لتعريف أطفال البحرين بهذا الفن الجميل. فنون متنوعة، ورش تدريبية عالمية تستقطبها خيمة نخول على مدار شهر كامل، ومن بينها فن الإبرو أو ما يعرف في تركيا بالرسم بالماء، فهو إبداع تشكيلي يدوي أسيوي الأصل يعلم الأطفال الرسم على الماء بتركيز كبير ودقة عالية. أنا سعيدة جدا بمشاركتي في خيمة نخول لتعريف أطفال البحرين بفن الإبرو، فهو أحد أبرز الفنون التقليدية في تركيا. بدأ الأتراك بممارستها منذ أزمنة قديمة، خصوصا وأنها ترتبط ارتباطا كبيرا بالطبيعة لأنها تعتمد على الماء بشكل أساسي، وذلك بعد مزجه بمجموعة من الأعشاب ليكون الماء قادرا على استقبال الورقة والألوان بشكل سلس، فيتم مزجها بمقادير معينة وبعد ذلك توضع الورقة في الإناء المخصص. لذلك يبدأ الرسام بتطبيق لوحته من خلال رؤيته الخاصة في ذات الوقت لكي تخرج اللوحة بشكل جميل تحمل بين طياتها فكر الرسام وطريقته الخاصة في التعبير من خلال الألوان التي تم مزجها في اللوحة. هذا الفن التشكيلي يعتمد بشكل كبير على الخيال عند تطبيقه، لنجد في النهاية لوحات فنية تحمل خيال الرسام وتعبر عن كل ما يختلج في خاطره. الأطفال في خيمة نخول تفاعلوا وبشكل كبير مع هذا الفن، فقد كانوا في منتهى الحماس عند تلقي التعليمات قبل البدء بالرسم، خصوصا وأنه من الفنون الجميلة التي تعتمد على الهدوء والصبر والتركيز، ويساعد بشكل كبير على تفريغ طاقات الأطفال بشكل إيجابي من خلال الرسم. ومن جهة أخرى فإن هذا الفن لا يقتصر على الأطفال بل قد يمتد إلى الكبار، فهذا الفن يلعب دورا كبيرا في إراحة أعصاب الإنسان وروحه، خصوصا أن الماء مرتبط بشكل كبير بروح الإنسان. أدوات بسيطة تستخدم في هذا الفن تعتمد على الماء والألوان، يتم تجهيزها وفق مقادير معينة وبعض الإضافات العشبية لتهيئة الورقة لالتقاط الألوان بشكل جميل وسلس. فن الإبرو هو فن متميز يساعد الأطفال على تعلم الصبر بدقة وحرفية ليقوموا بإيصال فكرتهم من خلال لوحاتهم بأسلوب جميل. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.